عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله وعبد الرحمن من قناة عبد الله جيمنج. النهاردة يا جماعة أول فيديو لنا في القناة. النهاردة احنا هنلعب ماينكرافت. ماينكرافت طبعا اللعبة دي لعبة تحفة وحلوة، بس بقى المشكلة فيها، بس المشكلة الوحيدة ان هي مدفوعة. أنا مدفوع يلا نلعب بقى مش فاكر، هي كانت ب 200 يا عم، باين اسكت 200 بقى حاجة كده. ملناش دعوة. المهم يا جماعة نبدأ نلعب بقى. ماشي يا جماعة، يلا بقى نبدأ نلعب. أول حاجة لازم أول نعمل إيه؟ حاجة لازم نجمع نموت الخرفان عشان عشان نعمل نقدر نصنع سراير. لا ده بتاعي بتاعي، يلا بتاعي. أنا هجيب خروف تاني طبعا. ماشي، روح دور على خروف تاني بقى. في خروف، عايزين خروف يا خروف. مفيش خرفان بس في خنزير صغنون. في لازم يا جماعة أول حاجة إن احنا نبدأ في اللعبة دي، احنا لازم ان احنا نجيب خرفان عشان نقدر نصنع السرير. تحت فين يا عم؟ انا هنا، تعالى بس كده عشان عايزين، اصبر بس. يا عم عايزين نعمل بيت بقى ونجمع خشب. لازم طب نجيب اصبر يا خشب. عم، نموت خرفان، نذبح الخرفان ماشي، الاول مش لاقي عشان حاجة، مش لاقي خرفان. انت فين انا فين؟ انا في المكان اللي انا فيه يا عم؟ بطل ظرف بقى بجد. انت فين؟ يا عم، انا في مكان كده فوق فوق الجبل. فوق فين؟ اطلع اطلع اتسلق الجبل. طب انا يا جماعة انا هحاول ان اطلع الجبل ده. ماشي. المهم يا جماعة يلا الفكرة يا عم، من اللعبة دي، انت فين يا عم؟ أنا خليها طالع أنا طالع الجبل. جبل ايه؟ الفكرة من اللي احنا متراسبين عنده. الفكرة ايه ده؟ في ايه ده؟ كهف. انا وقعت في كهف. ما هو ده اللي كنت كريبر، واقف يا عليه. لهوي لا كريبر 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 كريبر. الكريبر ده يا جماعة كائن مفجر، بيفجر أي حاجة يقرب شايل منه. ديناميت في كرشو. كرشو ده مليان ديناميت. دوت الخروف. ايوه يا جماعه لازم نجمع 3 صوف و3 خشبات عشان نقدر نصنع السرير الجميل بتاعنا. طبعا يا جماعه انا كده جبت اول صوفه. انت معاك كام صوفه دلوقتي؟ ليه؟ لقيت خروف تاني اهو. بتاعي ايه؟ بتاعي بتاعي. ما انتش موت 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 موت. انا بس هبطك بايدي 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 بايدي. يلا موت. عاوز اعمل خروف تاني ده عايزين عشان عايزين كمان اخلص. خروفين بس يا جماعة عشان نقدر ان احنا نبدأ ان احنا نصنع السراير عشان ننام. عشان يا جماعة اللعبة دي بالليل بيطلع فيها زومبي، بس ما تخافوش مفيش حاجة بتخوف في اللعبة دي. عشان انت فين يابا؟ يا عم بقى اهم حاجة ننام الليلة دي. اول ليلة دي اللي تبقى صعبة فعلا. عايزين ننام. ازيك يا خروف؟ طب يا جماعة احنا لازم نجمع. لا انت جبت ال3 خشبات، خشبة قصدي ايه؟ جبت التلات صوف. ايوه يا ابني. لسه عايز كمان، لسه عايز كمان صوف. الله يخليك، لو لقيت لي خروف يبقى هاتلي. ماشي طب يا يا جماعة احنا لازم نجمع الخشب عشان التلات. نقدر ان احنا، الخشب ده الحياة، مفيش حاجة من غيره، ايوه كل حاجة بتعمل بيه. طب يا جماعة انا نجمع الخشب بقى على قد ما احنا نقدر. الفكرة باللعبة دي يا جماعة ان احنا عايشين في الغابة. يا ابني وسع بقى. بكسر معاك. ماشي، احنا لازم احنا عايشين في الغابة، لازم نقعد نجمع خشب بقى وصوف ونبني بيت. وجماعة الفكرة منها ان في حاجة كده منطقة بنروحها بنحفر تحت الأرض وبندخل حاجة كده بيبقى اسمها الإند. طبعا يا جماعة الإند دي حاجة كده بتدخلها، دي النهاية، بيبقى فيه تنين كبير بنموته، ولما بنموته كده بنكسب الجيم. ان شاء الله يا جماعة في السلسلة دي هنخلص ماينكرافت جيم كامل. بس طبعا يا جماعة مش في يوم واحد يعني، طبعا. على الوقت، على الأيام، هنقسم على الأيام. ايوه يعني طبعا يا جماعة لازم برضه نصنع كرافتنج تيبل. عاوزين يا عم دي نستقر بقى على ميعاد تنزيل الفيديوهات في القناة دي. هنشوف ونبقى نظبط. دي يا جماعة اسمها كرافتنج تيبل، دي اللي دي اللي بتصنع بصنع كل فيها أي حاجة. حاجة. أهو السرير يا جماعة، شوفوا. استنى كمان صوفة واحدة بقى الخروف. خلي بقى الكرافتنج دي بقى. خروف انا هبني خروف بيت. ماشي خروف. ابني هنبني بالظبط هنا كده في البيت. هنا اهو. خروف خروف ايه؟ خروف. تعالى لي تعالى يا حبيبي، قلنا تعالى بالليل الحمد لله. تعالى يا حبيبي، تعالى تعالى تعالى. الحمد لله ربنا يكرمنا بالليلة دي. موت. يبقى هات بقى كسر اي شجر وانت جاي في الطريق، عايزين عاوزين في خشب. الطريق فين؟ انا وصلت اهو. بجد خروف ده جنبنا وين جاي لك اهو. طبعا يا جماعة انا هبدأ اصنع الوقت بقى السرير. انت صنعت سريرك؟ اخليه لون، انا اخلي سرير. جبت بتجيب وردة حمراء. بتجيب الورد وتصنع من هنشوف يا جماعة الوقت اللون. اهو. نيجي نفتح دي، نجيب دي، نحول وردة، ونيجي دي كده. احنا كده عملنا صفة واحدة، لازم نعمل التلاتة.
لا انت يا ابني انت ممكن تعمل السرير وتقوم سابه في الاخر. لا عادي بقى، ما عملت خلاص. نبدأ نفتح كرافتنج، لا الحركة دي كانت نعمل دي. شغالة كده، فتحت أي السرير دي كانت شغالة. دي كانت جلتش زمان. اه طبعا يا جماعة احنا على اللي عايز يعرف احنا تحديث ايه ده، تحديث 1.19.51 واحد نقطة، هي بيبقى 1 نقطة 15.51 نقطة 15 ولا 19؟ ده 19 يا جماعة، معلش معلش، ال 15 ده كان قديم وحش اه مفهوش حاجة. 15 ده كان طبعا يا جماعة التحديث ده احنا هنلاقي جمال في الصحراء، وهنلاقي في خشب كده بيتصنع من نبات الخيزران. يا سلام الوقت بعد ما خلصنا هتلاقي ومعندناش خرفانة عايزين جدا. خرفان جيت خدير خدير يا ابني خدير. حرام اكل خلاص بسيط. شوف انت هتبقى كده اهو، هتبقى كده اهو. شوف قاعد يتفرج عليك عارف مصر. شوف هتبقى ماشي يا جماعة، بتعمل بيها ايه. خليها معاك يا عم، يكون استخدمها. يا عم تخلي السرير في الناحية التانية. ماشي عد 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 عد. الله حصان، حصانة جدا انا مبحبهاش، ارجع اقتله. لا 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 حصان اسكت 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 بقى. معاك معاك صاد الاول. لا عارفة يا جماعة، عارفين يا جماعة اللي هو البتاع اللي بيتحط على ظهر الحصان ده عشان نركبه، اسمه صادل. بس ده يا جماعة ما بيتصنعش في كرافتنج ده كده. ايوه بنلاقي اتمنى والله لو ضافوه، لو ضافوا ان هو يتصنع ايوه ده هتبقى حاجة حركة حلوة. حلوة أوي من المطورين لو خلوا ان الصدل بتاع الحصان ده يتصنع، هتبقى اللعبة أسطورية. ماشي يا جماعة، لازم برضو ان احنا ده سبقني وصنع بيك اكس، انا اصنع بيك اكس استنى واكس استنى. لا ما تصنعش، انا هتجمع حجارة عشان خشب اصنع لك ادوات حجارة من الحجارة. ستون ستون يا عم يا انا حرام طالع يا عليك. جماعة اصنع بيك اكس، البيك بيك اكس اكس ده ايه اللي هو ستون؟ اللي اه اللي بيكسر بيكسر الحجارة. الاحجار، طب تعالى شيل الفحم ده عشان لو هنصنع فرن ولا حاجة والاكس. الاكس يا نطبخ جماعة في فين. حاجة برضه شفتها تانية اسمها اكس اللي هي بيكسر الخشب، اه ايوه وفي السيف السورد ده اللي هو اللي هيصنع اللي هيقتل، وفي شافل اللي هو اللي بيكسر ال شافل اه شافل شافل بيكسر ايوه الطينة ديرت. وفي هو حاجة كده اسمها هو دي اللي هي المحراث اللي اه بيستخدموه في شد حرث زرع الأرض. بقى. يعني كمان اللعبة والله حلوة، ايوه حتى بتعلمك لو في يوم من الايام اترميت في الغابة واو الكوبر بجد اه حلو. هو بيتعمل منه الكون والله ما معرفش ليه. بيتعمل معاه منه بلوكات شكلها حلو. ايوه هي بلوكات وخلاص. وبرضه بيتعمل بتاع كده بتتعمل في البرق، ايوه لما ايوه البرق يجي عليه بتعمل لك تطور الدنيا كده، بتعمل لك طبعا كهرباء. يا جماعة انا احتمال يعني ممكن ابقى اعمل عالم كده واخصصه للي هو شروحات الحاجات في ماينكرافت كده. ايوه في حاجة يا جماعة اسمها ريد ستون ده اللي هو زي الكهرباء في الحقيقة كده، ممكن اعمل ابقى اعمل فيديوهات ليها سلسلة وافهم يعني ازاي تستخدم وكده. ده طبعا في المستقبل لما الاقي ان القناة جابت لايكات واشتراكات كتير هو لو لقينا ساعتها. دعم بالقناة والناس ايوه حبت لو في القناة دعم يعني والناس حبت القناة ساعتها يبقى هبدأ اشتغل بقى براحتي الليل هيجي واعمل اللي جد. انا عايزه. الشمس الشمسية شموسة راح فين الشمس؟ ماشي تخش القمر بقى تسيبنا هيجي اهو، لقيت خروف تاني اهو. يا سلام دلوقتي خرفان وحش لوتي. انت بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا اه بجمع احجار لو ما عملتش ايه. ماشي اه ايه ده الاكس اتكسر يا عم. يلا يلا اكس ولا بيك قصدي اكس؟ بيك اكس يا عم انت. ركز يلا 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 ننام ابدا سرير في اللحم الشارع كده. عادي يا عم، انا خايف الزومبي يجي لنا بالليل. لا مش انت لا شيء ان شاء الله. الحمد لله ما عرفتش اوريك الزومبي ايه اخيرا. ده انا مره كنت قبل ما اعمل القناه كنت بلعب جيم، كنت بلعب جيم لوحدي ما عرفتش انام لمده 4 ايام ليله ولا حاجه. اه في وحش كده اسمه فانتوم فانتوم بيجي لك طائر كده زي الخفاش بيجي لك لو فضلت ما تنامش لمده. انت عملت ادوات ستون؟ لا طب اعمل لك ايه؟ اعمل لي، انا معايا بيكاكس بس. يعني انت مش عايز بيكاكس؟ لا امسك امسك اهو. هات وي وي شكرا. انت عارف تجيب لي السيف ده ليه؟ عشان اقتلك. هي غدار
وطبعا يا جماعة كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، ان احنا النهاردة دي اول يوم لينا في ده يعني تاني نهار، بس قدرنا ان احنا نقعد اول ننام اول ليلة. طبعا يعني عادي، كان ممكن عادي ما نعرفش ده، اه وكان الحمد ممكن لله الزومبيات يعني هتجيلنا ظبط نفسنا كده في اول ليلة فطبعا يا وقدرنا جماعة نفضل عايشين. ولو الفيديو ده اي لقينا دعم على الفيديو لو هنكمل، وصل للايكات كتير، اه لان لو اللايكات دي معناها ان الفيديو اي عاجبكم وانتوا عايزيننا نستمر في القناة، لو ما جابش اللايكات ده معناه ان انتوا مش عايزيننا نكمل. بس فان شاء الله لو وصل للايكات كتير هحاول ان اكمل السلسلة ونكمل فيها ولحد ما نوصل للتنين اه ونقتله ونقتله ونجلده اه جلد. نجلده جلد يلا يا ويلا سلام، تكسير. يلا سلام.